وينضم إلينا هاتفيا من جدة المستشار الاقتصادي الدكتور حبيب تركستاني. أهلا بك دكتور حبيب في الإخبارية. بداية وثانيا، دائما هناك القاعدة اقتصادية يتم ربما الحكم عليها بما تتسم به ربما من نقاط قوة تمثل الاقتصاد. إن تحدثنا اليوم عن الاقتصاد السعودي، فما الذي سيقوله الدكتور حبيب عن نقاط القوة التي ميزت وما زالت تميز قوة ومتانة الاقتصاد السعودي لدينا اليوم؟ طبعا أشكرك جدا على أولا الاستضافة، والله يحييك والسادة المشاهدين الكرام. والحقيقة سؤال جيد جدا واستراتيجي فعلا. أنا سعيد بهذا السؤال لأنه فعلا الاقتصاد السعودي يتميز بالكثير من الجوانب القوية، وأيضا التي يعني تعكس قدرة هذا الاقتصاد على مواجهة أي تحديات خلال الفترة السابقة، خاصة والمملكة كما هي الدول الأخرى تعرضت إلى موضوع كورونا والذي أثر على الاقتصاد العالمي. ولو نظرنا إلى الاقتصاد السعودي خلال هذه المرحلة وحتى ميزانية هذا العام 2021 وأيضا ميزانية 2022، نجد أن هنالك مؤشرات إيجابية وأرقام مبشرة إن شاء الله. لا شك أن هنالك في يعني عوامل ساعدت على ذلك، لكن خلينا أرجع إلى نقطة الفرص الاستثمارية الموجودة في الاقتصاد السعودي، هي التي استطاعت أن تمكن هذا الاقتصاد من القدرة على مواجهة تلك التحديات. وهذه الرؤية طبعا رسختها رؤية المملكة 2030 التي وضعت بنود اقتصادية واعدة للاقتصاد السعودي، وبالتالي أيضا على الاقتصاد الخليجي برمته، لأنه الاقتصاد السعودي مؤثر إيجابي على الاقتصاديات الأخرى في الدول الخليجية، لا شك في ذلك، وأيضا في الوطن العربي. المملكة العربية السعودية خاصة الاقتصاد السعودي وهو ما كان يعتمد اعتمادا كثيرا على النفط كمصدر وحيد للدخل، استطاع أن يقفز قفزات جيدة ومشهودة لها في تنويع هذه المصادر، من خلال تنويع الاستثمارات والصناديق الاستثمارية والأوعية الاستثمارية، وعلى رأسها أيضا الاستثمار الأجنبي التي نعرف أن هنالك كثير من الحوافز التي وضعت لكي تدعم موضوع الاستثمارات الأجنبية وجذب الاستثمارات من الخارج للمشاركة في التنمية الاقتصادية السعودية حتى تستطيع أن تحقق رؤية 2030. ورؤية 2030 طبعا مبنية على كثير من المبادرات، منها المبادرات 11 مبادرة التي تهتم بالعديد من القطاعات، وهذه القطاعات معروفة للسادة المشاهدين وأيضا مشهودة من قبل المتعاملين مع الاقتصاد السعودي، فهي لا شك أنها أثرت أو سوف تؤثر وتحسن من الكثير من القطاعات الصحية، التعليمية، الاجتماعية، المجتمعية. هذه كلها قطاعات الحقيقة استفادت من الاقتصاد السعودي القادر على النمو. طبعا لا شك هنالك عامل النفط، تحسن ارتفاع أسعار النفط أيضا هذا كعامل مساعد. أنا ما حركز على النفط كثير لأنه نحن فعلا استطعنا أن نتحول من ارتكازنا على النفط كداعم للاقتصاد إلى الكثير من التداعيات الاقتصادية الأخرى التي تختلف عن المصدر النفطي إلى الصناعات وإلى الخدمات إذن دكتور وإلى غيرها من الأوعية الاستثمارية المحلية. إذن نعم. دكتور حبيب، دعني أنتقل وبك إلى سؤال آخر. تفضل. الأزمات تظهر معادن الاقتصادات، وأعتقد أن الأزمة، وأعني هنا طبعا جائحة فيروس كورونا والمنعطفات والموجات التي عاشتها الجائحة حتى هذا اليوم، ونعلم ربما أنه الخطة الاقتصادية من الصعب التعديل عليها، ولكن السعودية تابعناها، هناك تمت يعني إعادة جدولة وإعادة ترتيب للأولويات بما يتعلق بالصرف والدعم وما إلى ذلك. كيف تصف
هذا التصرف من قبل ربما المالية العامة لدينا؟ نعم، هو يعني نحن نسميها القدرة على إدارة الأزمات الاقتصادية. نعم، الاقتصاد القوي دائما يستطيع أن يواجه التحديات في وقت قصير وبأقل الخسائر، وهذا ما انعكس على الاقتصاد السعودي. يعني جائحة كورونا ليست يعني جائحة يعني بسيطة، يعني هذه جائحة الحقيقة نادرة جدا ومفاجئة ومباغتة ومؤثرة أيضا في الاقتصاديات العالمية. المواطن السعودي مثلا في خلال هذه الجائحة الحمد لله لم يتأثر هذاك التأثر اللي هو يعني ينعكس سلبا على حياته اليومية. مثلا الحالة الاقتصادية كانت في زمن كورونا ومع التشديدات الاقتصادية التي حصلت على كثير من القطاعات، إلا أن الاقتصاد السعودي استطاع أن يستمر بأن يعطي عطاءاته ويقدم خدماته للمستفيدين منه، وهذا طبعا في حد ذاته أمر ليس بالسهل. يعني في ظل وجود مثلا انقطاع وتوقف وعدم خروج وحظر وهذه، ولكن الاقتصاد كان يعمل ثم يتغير ويتشكل على ضوء التحديات في تلك الفترة، وهذا هو إدارة الأزمات. نعم. استطاع الاقتصاد السعودي الحمد لله يعني بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل الجهود التي كانت وراء هذا العمل الدؤوب، وهنالك قطاعات مشهود لها أيضا بهذا الأمر مثل وزارة الصحة، طبعا ربما يعني من القطاعات التي استطاعت أن تواجه ودعمت هذا الأمر، واستطاع الاقتصاد أيضا أن يتشكل مع هذا القطاع في مواجهة هذه التحديات. نعم. فهذا طبعا أمر ليس بالسهل، وهذا أكبر دليل ومشهود للمملكة. وأيضا لا تنسى يعني المملكة استضافت الجي 20 اللي هم العشرين الكبار في زمن الجائحة، ذروة الأزمة، واستطاعت أن توضح للدول المشاركة دور المملكة في مواجهة هذه الجائحة، ليست محليا على فكرة، ولكن استطاعت أن تساهم أيضا خارج المملكة العربية السعودية، يعني استطاعت أن تدعم بعض الاقتصاديات من الانهيار في تلك الفترة من الفترات، وهذا أكبر دليل على قدرة المملكة والاقتصاد السعودي على ذلك الأمر، والحمد لله. أشكرك دكتور حبيب تركستاني المستشار الاقتصادي.